اعطيني مجال شيخ سعد الشري، بس اعطيني مجال لحظه سيدنا، اعطيني مجال بس دقيقه. تفضل يا عيسى الفاروق. تفضل عيسى الفاروق. نعم نعم معك يا استاذ رعد. طيب الان الان السؤال انه انت تقاتل مع عائشه مع علي بن ابي طالب عليه السلام في حرب الجمل. لا انا اعتزل، لا اقاتل مع هذا ومع هذا. زين ليش تعتزل والله قال لك اعطيني مجال وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الله ماذا قال؟ فان بغت احداهما على الاخرى فاصلحوا بينهما. اعرف اصبر. فان بغت بعد اصلحوا بينهما يا اخي اعطيني مجال. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا، الله قال قاتلوا. الان هؤلاء اهل الجمل هؤلاء بغاة ولا لا؟ المفروض تقاتلهم. تفضل. طيب بداية قبل هذا موضوع النقاش، آية التطهير صحيح؟ آية التطهير في أنها وقعت لعائشة أنها مطهرة وهي تقاتل أمير المؤمنين. يعني ما في جواب عن سؤالي، ما في جواب أستاذ عيسى. أعطيني مجال بارك الله فيك، تعطيني مجال. وفيك بارك، بس سؤالي ما في. لا تنسى سؤالي، لماذا سميت المعركة بالجمل؟ وهل ركوب عائشة الجمل وقيادتها للمعركة يتوافق مع التطهير أم لا؟ تفضل أستاذ عيسى. مهم جدا. تفضل أستاذ عيسى. أي نعم. بداية أهل البيت يدخل فيها نساء النبي بدليل القرآن الكريم. طيب يقول جل وعلا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الله يخاطب زوجة إبراهيم عليه السلام. فالزوجة من أهل البيت، هذه أول نقطة. ثانيا في ملاحظة أستاذي الفاضل، الآن رواية أكل الحسن من الصدقة لما قال له الرسول كخخ، الآن أنتم تؤمنون بها يا شيخ وعد؟ الصدقة حرام على أهل البيت نؤمن لا بي. أنتم تؤمنون بهذه الرواية؟ لا هذه الرواية في كتبكم، إحنا كتبكم غير ملزمة. الرواية حج عليك. أنا أؤمن بها. هذا عندنا رجل سني. يعني لم تذكر في كتبكم يعني. لا أستاذ عيسى، هذا رجل سني هو اللي ذكرها، وهو متخصص في علم الحديث. تؤمنون بها؟ أنتم تؤمنون بها أم لا؟ يا أخي عيسى أنت كنت تتابع البرنامج. أنا أؤمن بها. إيه تفضل ناقش. أنت إيش أنت؟ سني. أنا أؤمن بها. أنت من؟ لا أنا أتكلم على الشيعة، مش اللي مسوي نفسه سني، أنا أتكلم على الشيعة. لا هو مو مسوي نفسه، عالم متخصص في الحديث أخي. مش مشكلة الآن، يعني الشيعة لا يحتاجون بها ولا يؤمنون بها صح؟ هذه حجة عليكم أخونا إلزاما لك. يعني مش موجودة في كتبك؟ لا هي إلزاما لك في كتبك. ولكن هي موجودة في كتبك يا أستاذ وعد. إذا موجودة في كتبي ألتزم بها، لكن الآن إحنا نحجك في كتبك، أما إذا موجودة صحيح هي موجودة إحنا عندنا ألتزم بها. أنا جبتك عندنا أهل البيت لا يأكلون الصدقة أخونا. هذه الرواية يا أستاذ وعد هي مذكورة الفيض الكاشاني المحجة البيضاء ذكرها واحتج بها. اعطينا بالله السند، قرأنا الرواية كاملة مع السند لطفا. أي ذكرها الفيض الكاشاني في الجزء السابع صفحة 78 يذكر القصة ويقول هنا لا بالله ذكرها مسندة الفيض الكاشاني في كتابي مسندة. لا ذكرها بدون احتاج بدون اسناد. طيب انت غير تجيب لي، اقول لك غير تجيب لي فد لابد ان الرواية الشيعي. اسمحني لابد. طيب ما في مشكلة. اولا بس اسمح لي يا اخي هدوء. اولا احنا ما عندنا تفضل. احنا ما عندنا مشكله في هذا الامر. لما سالتني مباشره اجبتك، قلت انه عندنا اهل البيت لا ياكلون الصدقه، فهذه مساله اوساخ الناس. الصدقه تعتبر اوساخ الناس، اهل البيت لا تحل عليهم الصدقه وانتهى الامر. هذا الامر الان انت الان سالتك سؤال حول الموضوع، قلت اريد ان اناقش ايه التطهير، ما عندنا مشكله. لكن أنت الموضوع الأول اللي هو آية التطهير وقتال علي ما أجبت عليه يا أخي، المفروض تجيب وتنكسر. أستاذي الفاضل أنا أجبتك بداية. هل أنت تؤمن ما أن الفريقين من الإيمان؟ هل أنت تؤمن أن الفريقان من أهل الإيمان أم لا؟ لا. كيف الآية تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ زين
هذه قالت من المؤمنين اثبت ايمانهم اولا، اثبت ايمانهم القران اثبت عليهم بالحصار يعني بالحصار. للاخ عيسى اسمعني، شوف اخواني الوهابي ياتي بالمفهوم، ياتي بالمفهوم ويحاول ان يصدقه على نحن علاش اتفقنا يا استاذ وعد؟ لماذا اتفقنا؟ لماذا اتفقنا انا وياك؟ اخواني ليش اتفقنا على ماذا؟ الوهابي ياتي بالمفهوم، اتفقنا على ماذا يا استاذ وعد؟ الان يهرج، الان يهرج يا استاذ وعد. شوف لا يا استاذ عيسى، اخ عيسى هذا هو الاتفاق يا استاذ وعد، اخ عيسى اخ عيسى هذا هو الاتفاق. اخ عيسى متى اتفقت معك؟ متى؟ متى هدوء السكينة؟ هدوء السكينة يا شيخ وعد. متى هذا؟ متى لحظة 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 سيد 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 أرجوك أنت والشيخ عبد الناصر أرجوك أصبر. أولا عندما تقول اتفقنا هذا في اتصالك قبل 3 أسابيع مدري 4 أسابيع عندما أقول قطعت الاتصال أنت حتى لا يلتبس على الناس. قطعت عندك كهرباء صح؟ نعم عندما نعم قطعت. بس خل أخدمك أخدمك يا أخ عيسى يا أخ عيسى والله أنا بالنسبة لي أحترمك وأحبك، ما عندي عداء لا معك ولا مع إنسان آخر يشهد الله، وما أقول بس اسمعني. الناس طيب الزم الناس، أنت ليش تقاطعني ولا تقاطعه؟ ليش بس أجلي هذه الشبهة أخونا. فلما تكلمت جنابك الكريم قبل 3 أسابيع قلت لك أنه ليش قطعت الاتصال، قلت أنا قطعت لأن كذا تكلمنا وغبت 3 أسابيع والآن أنت مرحب بك. الآن خلي حوارنا هادف، ماشي خلي حوارنا هادف يا أخي. اسمع أنت تقول أنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله ماذا قال؟ فاصلحوا بينهما. خلينا بكل هدوء، الله ماذا قال بعد ذلك؟ قال فإن بغت إحداهما على الأخرى. لما بغت تكملت الآية ماذا يقول؟ يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى متى؟ قال حتى تفيء إلى أمر الله، بمعنى أن هؤلاء حين القتال ما كانوا مع أمر الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوهم حتى يرجعوا إلى أمر الله، حتى تفيئة تفيئة يعني ترجع، بغت يعني تعدت، قاتلوهم حتى يرجعوا إلى أمر الله. إذن هؤلاء حين القتال ما كانوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين لما قال الله تبارك وتعالى حتى يرجعوا إلى أمر الله، لأن المؤمن في أمر لله، واضح؟ لأن ما ممكن أنه مؤمن يكون في أمر الله والله يصبغ عليه هذه الصبغة أنه حتى يرجع إلى أمر الله، معناه خرج وتعدى عن أمر الله تبارك وتعالى. أعطيك المجال بعد هذه النقطة البسيطة. النقطة الثانية، أشكل ابن بطال كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني أن هذه الآية نزلت عندما في البخاري عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله هو وأصحابه والحمار إلى من؟ إلى قوم عبد الله بن أبي، وكانوا إذاك كفارا فتعاركوا بالجريد والنعال، وكل مصدر تريده أظهر لك بالكتاب والصفحة، تعاركوا بالجريد والنعال. فقال لما تعاركوا قوم عبد الله بن أبي وصحابة النبي صلى الله عليه وآله قال فنزلت هذه الآية. فهذه الآية أن صحابة عبد الله بن أبي كانوا كفار وصحابة النبي كانوا مسلمين، فتعارك المسلم مع الكافر، نزلت هذه الآية وان طائفتان من المؤمنين. فابن بطال وعلماءك يقولون كيف نزلت هذه الآية وسمتهم مؤمنين وأصحاب عبد الله بن أبي كانوا كفار، فيلزم أن الله سمى الكافر مؤمن كما أنه أنت تسمي معاوية مؤمن. تفضل. الله أكبر، هذه وين في وين أن الكافر مؤمن؟ هذه جديدة والله. أحسنت أحسنت، طلبت ما طلبت إلا الدليل. الآن بارك الله فيك، أتكلم أم لا؟ أما أنك تقاطع كل شوي. مو تقول لي وين أنت، مو تسألني وين، تريد أخرج لك الكتاب؟ خليني لا 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 أنا آسف، خليني أتكلم. تفضل تفضل.
أي جيد جميل، ما أدري لماذا هذه الطريقة الغريبة التي تتعاملون بها. بداية سجل، يا ريتك لو تسجل الآية الأولى التي بدأت بها، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذا دليل على أن الزوجة من أهل البيت، سجلها حتى لا تنسى. جيد. طيب أنت الآن تذكر هذه، لحظة لحظة، ليش الآن تريد تهرب من الموضوع؟ لا لا لا. أنا الآن مو مضطر. يا أخ عيسى، يا أخ عيسى، واني مضطر. يا أخ عيسى، عيسى بس ثانية، ثواني 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 لطفا ثواني، رحمة على والديك. مو يا أخي عيسى خلي نقاشنا هادي. أنت الآن لما تقول لي أتعجبين من أمر الله، أنا مضطر لأن الشبهة الآن على البث المباشر، فمضطر أردها. جيد. أنت لا تذكرها، لا تذكرها حتى ما أرد عليك. تفضل تفضل تفضل. جيد جيد تفضل. الآن الآن روايات أهل البيت تثبت أن علي بن أبي طالب لم يحارب أهل الجمل والصفين على تكفير اللحم. هذه رواية في كتاب قرب الإسناد الصفحة 45، يقول عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول لأهل حربه، يقصد أهل صفين والجمل، إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا، ولكن رأينا أن على حق ورأوا أنهم على حق. هذا رواه الحميري رحمة الله عليه كما يذكر في الحديث. جيد. الآن الرواية أخرى مهمة أيضا يا أستاذي الفاضل، أيضا يذكرها في كتب الشيعة أيضا في هنا، يقول في قرب الإسناد الحميري القمي. يا أخي اسمه الحميري مو الحميري، الحميري حميري الحميري الحميري. آسف آسف جدا، أنا آسف جدا. يقول عن أبيه، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحد من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، يعني أخرجهم من دائرة الشرك والنفاق، ولكن كان يقول هم أخواننا بغوا علينا. زي. يعني لم يكفرهم بل قال. هذه وين؟ هذه وين الثانية؟ وين في الكتاب؟ هذه في الحميري القمي 94. حميري القمي. نعم. شنو اسم الكتاب؟ الكتاب؟ قرب الإسناد. هاي الرواية الأولى. الثانية. الثانية وين؟ هذه الأولى ونفس الكتاب أساساً، نفس الكتاب صفحة، نفس الكتاب الصفحة الأولى اللي هي هنا لحظة. سبحان الله الآن فقط كانت لحظة. قرب الاسناد. نعم نعم، هذا قرب الاسناد صفحه 45، والثانيه قرب الاسناد ضعفه، ضعفه الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ضعف هذا الخبر وقال عنا ما هذا نصه، يقول هذا خبر شاذ لم يلتبه التواتر من الاخبار ولا اجمع على صحه رواه الاثار، وقد قابله ما هو اشهر منه عن امير المؤمنين واكثر نقلا واوضع طريقا في الاسناد. يا استاذ الفاضل، يا الشيخ المفيد رد هذا الخبر، هذا هذا ماذا يقول؟ اصبر اصبر اصبر، الروايه صحيحه، اصبر اصبر صحيحه، اصبر حبيبي، اصبر 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 اصبر، لا صارخ، لا تصارخ، لا تصارخ، اولا اصبر لا تصارخ، ثانيا لا يا اخي لا تصارخ، يا اخي لا تصارخ، يا اخي لا تصارخ، انت قلت، انت قلت، اسمعني اسمعني، انت قلت، هدوء 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 استاذ عيسى، هدوء 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 استاذ عيسى، استاذ عيسى، هدوء 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 اهدى شوي هدوء، ثانيا اي تفضل. حينما الان اجبت الحاج وعد بهذا السؤال، حينما سالك الحاج وعد قلت القرآن يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يا أخي اسمع، يا أخ عيسى خليك، أقول لك الشيخ أنا سكتت. أخ عيسى وصفه بالشذوذ، خبر شاذ، خبر شاذ، يقول عنه خبر شاذ، خبر شاذ، حتى وإن كان صحيحا فهو خبر شاذ. لا شنو خبر شاذ؟ بس سيدنا، سيدنا بس بس أوجه الماء أخ عيسى، أنا ما أدري ليش الصراخ، إحنا حوار وإحنا أخوة، أخوة بارك الله بك. الآن يكمل السيد وأنت تأخذ دورك، الله يبارك فيك. تفضل سيدي. الآن أخوان العزاء، هذا الرواية توافق كلام علي أيضا، إن شاء الله إن شاء الله، بس أصبر. أقول له خبر شاذ يقول لي من ضعف، أقول له خبر شاذ يقول لي من ضعف، الله المستعان. الشذوذ بالسند إخواني أو بالمتن؟ هل الشذوذ بالسند أم بالمتن؟ أنت ما تفهم؟ نعم. هل تفهم أن الشذوذ بالمتن وليس بالسند؟ ليش؟ اشرح لي، أنا ما أفهم، اشرح لي ليش بالمتن؟ ليش؟ اسمعني 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 اسمعني، إن شاء الله أشرح لك الآن بعد أن أطرح هذا الكلام. شوف أخواني، أنا ما أفهم، فهمني. ماذا ماذا قال الآن؟ ماذا قال؟ إن شاء الله ندرسك مسألة الفرق بين السند وبين المتن وبين الشذوذ في المتن والشذوذ في السند. لحظة لحظة الآن، لحظة الآن، اسمع أخوان العزيز، أولا كونه متنه شاذ، وصف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
لأنها بأن هؤلاء لا ينسبون إلى النفاق. وثبت عندك وعندي إن من أبغض علي عليه السلام منافق، من حارب علي بن أبي طالب حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاربك حربي وسلمك سلمي، من حاربكم فقد حاربني، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. طيب، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالذي يعادي علي بن أبي طالب عدو لله، فكيف ما ينسب إلى النفاق؟ عدو علي بن أبي طالب سيدنا عدو سيدنا عدو لحظة لله. لحظة سيدنا، طيب بس لحظة لحظة سيدنا لحظة. طيب إخواني ابقوا معي، ابقوا معي بارك الله بكم. أيها المشاهدون الكرام، كما ترون أن النقاش يستمر إن شاء الله، سيكون موعدنا غدا إن شاء الله في 10:00 بتوقيت مكة إن شاء الله. هذه الحلقة، الحلقات كلها من قناة الحجة الفضائية. أستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين. طيب تفضل سيدنا. أنا معذرة كنت مضطر أنه لحظة أخ عيسى، ماذا تقول حجينا؟ ماذا تقول الرواية؟ لحظة أخ عيسى يكمل وأقدمك. سيدنا ابقى دقيقتين. نعم. بارك الله بك. نعم، الرواية تقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم ينسب. واضح، يعني ما صدرت من نسبة. مو معنى أن علي بن أبي طالب لا يعتقد فارق لا ينسب، يعني أمسك عن النسبة. واضح، هذا مع طبول الرواية، لم ينسب، لم تصدر منه نسبة أنه قال عنهم منافقين أو قال عنهم كفر، أو لم يصدر منه ذلك. فرق بين أن علي لم يعتقد ذلك، لا يعتقد ذلك، وبين أنه لم يقل ذلك. كل إنسان الآن، الإنسان يعتقد شيء ليس بشرط أن يصرح فيه. واضح، فمسألة لم ينسب غير لم يعتقد، فافهم هذه المسألة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أخواني الأعزاء، كلكم سمعتموه، استدل بآية مخاطبة الملائكة لزوجة إبراهيم، قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فيقول أنه دل على هذا أنه النساء من أهل البيت. طيب أنا أسأل الآن سؤال، هذا السؤال سؤال بسيط جدا، هل كل لفظة في القرآن، لفظة آل ولفظة أهل، تشمل الزوجة؟ جاوب. لا لا جاوب، نعم أم لا، فقط جاوبني وأنا أكمل، عندي دقيقتين، أنا لي دقيقتين طال الحاج وعند دقيقتين، جاوبني فيها، نعم أم لا، لفظ الآل ولفظ الأهل في القرآن إذا ورد يشمل الزوجة دائما أم لا؟ سؤال رقم واحد، سؤال رقم واحد. أنت قلت أن الرواية يلا جاوب نعم أم لا، جاوبني نعم أم لا، لماذا شذمت نجاح؟ جاوبني، لفظ الآل لفظ الأهل إذا أطلق في القرآن يراد أنه يشمل الزوجة أم لا؟ أهل البيت تشمل الزوجة بدليل هذه الآية. اسمعني، أهل البيت والآل والأهل واحد نفس الشيء. الآن إذا قال القرآن أهل بيت فلان تشمل الزوجة أم لا، أو آل فلان تشمل الزوجة أو لا؟ نعم، بدليل هذه الآية. أحسن. طيب، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن زوجة فرعون المؤمنة في النار. يلا خلص نفسك، تفضل. هذا دليل جهل. والله العظيم ما تجاوب على 6 أشهر، بعد ما تجاوب والله 6 أشهر أعطيك إذا جاوبت، 6 أشهر أعطيك، 6 أشهر أعطيك إذا جاوبت على هذا السؤال، 6 أشهر. يلا جاوب، يلا هذا النقل عليك الآن، جاوب أعطيني، يلا جاوبني. نعم نعم، انا استمع لكم، انتم اخوه اخوه. اسمع اسمع جواب، اسمع جواب، اسكت اسكت قليلا. ادخلتها النار الان، نعم نعم. يا اخي انا سامعك، انا سامعك، انت تريد جواب ام لا؟ انما المتحاورين اخوه. يلا تفضل اعطيني الجواب. يلا اسكت. طيب انت ممكن 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 تقرب من الجواب. يلا تفضل جواب. طيب اغلق انا، بارك الله فيك واسمع، ان شاء الله ربي يهديك للحق. طيب، كلمه آل يا استاذي الفاضل في اللغه تشمل اهل البيت، الزوجه والاصدقاء والاصحاب والاقارب والاتباع، هذه كلها الآل تشملها كلها. اي
نعم سبحان الله ما تعرف هذه يعني. اذا زوجة فرعون في النار المشمولة انها في النار ايش علاقتها؟ انا المخاطب انا اقتل وآل فرعون اي 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 انا سألت يا السؤال يا مشاهدين يا مشاهدين يا كرام سألت سؤال انت جاوب على الآية انت قلت استاذ عيسى انت جاوب على الآية الآن سألتك سؤال اترك الآية اذهب الى ان تدعى الآية تقول ان الزوجة المهد سيدنا الطي مجال الطي مجال خلي يقول اللي عنده تفضل الان انت الان ما عنده دليل حجين هو يا اخي ساعدوني ساعدوني الدليل هو يريد ان الدليل يا عيسى اخ عيسى على ان الزوجه من اهل البيت انا اعطيته يفند هذا الدليل ما عليه اذا لا هو لا هو سالك اخ عيسى اخ عيسى هو سالك يا اخي اسمعني لا لحظه سيدنا سيدنا خلى لوزة سيدنا خلى لوزة لوزة بس أوضح تفضل أوضح أنت ما سمعت كلامي أنا سألت سؤال طرحت السؤال هذا قلت لي يا أستاذ عيسى أنت قلت استدليت بهذه الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم السؤال هو إذا جاء لفظ الآل ولفظ الأهل في القرآن يشمل الزوجة أم لا؟ قال يشمل طيب. طيب. وانت 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 يا بطين مجال عيسى يا اخ عيسى يا اخ عيسى لا تخاف سيد سيد انت مضطرب يا اخ عيسى مكرم عيسى مكرم عيسى هو سالك سؤال لحظه يا سيد مش بكيفك هي مش بكيفك يا مكرم عيسى مكرم عيسى هذه رد عليها انت شوف صوتك صوتك عالي لحظه صوتك عالي وانا ما وطي صوتك بس اسمح لي اسمح لي ارجوك ثواني ثواني يا اخي لا لا المشاهد ما يفهم احنا نريد ننتفع هو السيد الله يحفظه تهريج هذا تهريج لا 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 انا ما ادري ليش هالالفاظ الغير مؤدبه يا اخي احنا نحترمك اترك هو السيد الله يحفظه سالك سؤال بريء قال لك انه كل لفظ آل وانا كنت اسمع السيد يقول ما كل لفظ آل تشمل الزوجه قلت له نعم فهو جاء لك بآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صح ولا لا جاء لك بهذه صح. الآية فيلزم أن آسيا إيه بس مو الأخ عيسى يتكلم لحظة يلزم جاوبك يا أستاذ وعد جاوبك فهمت أنا جاوبك لا يا أخ عيسى يا أخ عبد الناصر شيخ عبد الناصر ما يصير هو نقاشه ويا السيد ميثم فما أريد الحوار أنت موجود سعد الشريف راح يناقشك الآن شيخ سعد موجود معنا صح؟ لا فاروق كلمة واحدة بس كلمة واحدة فقط والله والله إذا يقبل عيسى الفاروق لأن هو ضيف كريم تقبل يوجه لك كلمة أخونا؟ لا لا ما أقبل لا ما يقبل يا أخي ما يقبل هو الرجل ضيف ويقول نقاش ويا سيد ميثم فيا أخ عيسى ارجع الآن تناقش هو ألزمك إلزام والإلزام مفحم انت اخرج من هذه الورطه انت اعترفت امام الناس انه كل لفظ آل يشمل الزوجه الان ادخل اسيا في النار اعترف قول انا عيسى الفاروق يا ناس بالزام السيد ميثم ورطني وسوف ادخل زوجه فرعون في النار نعم آل فرعون يعني قوم فرعون كلنا نعرف لكن لانك اعترفت هذا معناه انه الآل تستخدم مره للزوجه ومره لغير الزوجه إذا ليش قلت للسيد وافقته؟ تفضل. تفضل الآن أنا أتكلم بدون مقاطعات صحيح؟ تفضل أنت مكرم أنت مكرم. أنا مكرم أنا أعرف نفسي والله أعرف نفسي مكرم ولكن سأقاطع أعرف هذه النتيجة. بالعكس أنت مكرم مكرم تفضل. طيب جيد جدا. الآن أنا أتيت أو أنت تقول ماذا في البداية أنت وميثم موسى تقولون ما هو الدليل على أن الزوجة من أهل البيت؟ أنا الآن أعطيتك دليل على أن الزوجة من أهل البيت. أنت قلنا لك أن تقبل هذا الدليل أو نقطة رقم واحد بعدين رقم اثنين جيد. إما أنك أنت تقبل بهذا الدليل وتقول أن الزوجة من أهل البيت بدليل هذه الآية أو تقول أنا أرفض القرآن الكريم. جيد هذه أول نقطة كويس. ثاني نقطة أنا قلت كلمة الآل لها أكثر من معنى. وهذا هذا هذا قاموس المحيط هذا القاموس المعيط المعجم المعاني يقول. محيط المحيط المحيط. مو المحيط محيط انا قلت محيط اشكر محيط قلت محيط تفضل سبحان الله
سبحان الله سبحان الله، يعني تخطاني حتى في كلامي سبحان الله. اي مو سمعناك المعيط، المعيط شنو المعيط؟ جيد ممكن سمعنا. انا معيط ابو الوليد بن عقبه من ابي معيط. تفضل. طيب 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 تفضل. الان الآل تعني بمعنى جند ولا اتباع، ومنه آل فرعون اي جنود واتباعه فقهيا. هنا هذا تعني جنوده واتباعه، وايضا تعني الزوجه في معنى اخر، وتعني الاصحاب في معنى اخر، يعني كلمه آل لها اكثر من معنى. فانت عندما قلت لي الزوجه من الآل، قلت لك نعم من معاني الآل الزوجه يدخل، مش أحسنت. مشكله يعني أحسنت. لكن يعني الآية قلت انت شوف النقاش من هادئ. احسنت، نقاش هادئ ولطيف ونقاش هادئ واحنا اخوه. سؤال رقم واحد، قبلت الآية ام لا؟ احسنت، نقاش. لحظه سيدنا، لا خلينا بس لحظه سيدنا رحمه الوالديك، بس الوز اوطيك يا لحظه. الان النقاش هادئ ولطيف، اسمع يا اخي. لوزه الان لوزة. انت تفضلت انه لفظ الآل لفظ مشترك، مره يساق الى الاتباع، مره يساق الى الزوجه. لما نقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني انما يريد الله ليذهب عن اتباع محمد صلى الله عليه واله الرجس، واحد. إنما يريد الله ليذهب عن زوجات النبي الرجس، هذا اثنين. لأن أنت اعترفت الآن أنه لفظ الآل مشترك، مرة يستخدم الأتباع، زين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أقارب النبي صلى الله عليه وآله. إنما يريد حتى الآل والأهل هنالك من وجه ترادف ومن وجه معان مختلفة. مال في قضية مزامير آل داود كان يريد نفسه، يعني عندما يقول مزامير آل داود لأن كان صوته حسن فيريد نفسه. فهل يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يريد نفس النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن هنالك جملة من المعاني. ما الذي يحدد واحد من هذه المعاني؟ سؤال لك سيد ميثم، ما الذي يحدد واحد من هذه المعاني إذا عيسى الفاروق اعترف أن الآن لها أكثر من معنى؟ كيف نحدد إنما يريد الله ليذهب عن كل أمة محمد الرجس، ولا عن فقط زوجات النبي، ولا عن أهل الكساء، ولا عن آل عقيل وآل جعفر؟ كيف نعرف هذه المسألة سيد؟ تفضل. طيب أحسنت حجينا. أولا يجب عليه أن يعتبر ويقول انا اخطات حينما اقول لحظه سيد لحظه سيد عنده المكرم ملاحظه، المكرم عنده ملاحظه. يلا شنو ملاحظتك؟ تفضل. فقط ممكن اكمل معكم غدا بارك الله فيك؟ ممكن. اي ممكن، ليش؟ ان شاء الله. ما مشكله ان شاء الله. اذهب راشدا ومرحبا، احنا ما نقول هرب، ممكن عندك شغل وانت اخ عزيز وكريم. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا لكم. أنا طيب تفضل شيخ سعد الشريف. انا معكم على طول، بس تسمح لي الله يخليك استاذ علي من كرمك يعني. تفضل. انا انتظرت الان 40 دقيقه وانا استمع وربما يعني يغلبني النعاس او النوم، فاعطني فرصه فقط دقيقتين ارد على عبد الناصر حينما تحداني بتضعيف السند ان عائشه تبغض عليا رضي الله عنهم جميعا.